السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. بالنسبه للناس اللي هتستغرب على الحلاقه، هقول لكم السبب اخر الفيديو. في الفيديو ده احنا هنبيع كلاب جيرمان، بالتحديد جراوي جيرمان، مش كلاب كبيره، جراوي فقط، جراوي جيرمان. كلنا خدنا العيديات، بقى عايزين نشتري جرو صغير. يلا بينا نبدا. اخواتنا اللي ما خدوش عيديات كويس، ما لموش عيديات عشان ستي هوم وبتاع، ستي ات هوم. ف دي جراوي جيرمان، الجرو عامل 150 جنيه. زي ما انتم شايفين الجراوي فيها طلاطيش بيضه على طلاطيف ايديهم وعلى رجليهم، لكن جراوي كويسه جيرمان وب 150 جنيه فقط. المكان شبرا الخيمه. الجرو زي ما انتم شايفين مساحة كويسة. بالنسبة للتقليب، الوشوش هتطلع فاتحة عشان نبقوا متفقين، خصوصا الجرو التاني اللي هو الصغير ده اللي تحت. الجرو اللي فوق، اللي تحت ده هيطلع وشه فاتح، اللي فوق ده ممكن ياخد ماسك كمامة. ليه؟ الأب أحمر، الأب أحمر، مش جيرمان اللي هو العادي، الجيرمان الإنجليزي الأحمر، والام جيرمان عادي شورت هير. دي الاهالي اللي عايز حاجه يتصاعد عليه على طول. نرجع بقى للجراوي اللي هي المستويات المتوسطه الكويسه. دول جروين دكر ونتايه. الجرو الدكر عامل 1000 جنيه، النتايه عامله 800. الاتنين مع بعض عليهم خصم، معرفش بقى الخصم هيبقى عامل ازاي، لكن هو الراجل قايل لي كده. مستويات برضو تعتبر من اللي هي المتوسطة للناس الغاويين، اللي بيبقى عايز يربي حاجة وفي نفس الوقت مش فارق معاه ان هو يبقى تقليب اوفر عالي قوي. يعني زي ما انتم شايفين صحتهم كويسة، بيتحركوا بيلعبوا بسم الله ما شاء الله. متاح برضو فيديو للأهالي هتشوفوه دلوقتي عشان تعرفوا تفاصيل اكتر، لكن انا انصح لو هتاخد دول خدهم على بعض. ليه؟ بص، لما بتجوز اخ لاخته في ميزة وفي عيب. الميزة ان انت هيخلفه جرو لاسع، من الاخر هيبقى مجنون شراسة. العيب ممكن يخلفه حاجة فيها اعاقات، بس ده بيبقى نادرا شوية، يعني بنسبة 20% 15% ممكن يحصل. الام اللي انت شايفينها بتتحرك دلوقتي، والاب اللي هو كان فوق ده دوج، عايز ابلغ عنه تنظيم الاسرة عشان ما بينظمش خالص، خلف الدباديب دي بسم الله ما شاء الله، اللي وشها فاتح دي، واللي وشه غامق اللي قبلها. اللي وشه غامق ده عامل 1800، واللي وشه فاتح عامل 1600. ف ما شاء الله دوج شكله ما بيضيعش وقت في موضوع الجوازات. زي ما انتم شايفين المستوى كويس، الاب اصلا مستوى حلو وبيرمي جراوي دباديب ما شاء الله. انصح قوي بالجرو ده بصراحه، يعني الجرو ده انا شايفه قدام هيبقى نسخه من ابوه، خصوصا كمان التفحيمه بتاعت وشه، شكل جسمه. هو مبدئيا بس محتاج شويه فيتامينات، محتاج شويه حاجات تظبطه، لكن كمستوى هو ممتاز، هيطلع حاجة شكلها حلو، حاجة كده من اللي تفرح يعني ما شاء الله. المكان عين شمس، الأسعار غير قابلة للنقاش. تمام، اللي عايز حاجة يتصل عليه على طول، الرقم موجود عندكم. بالنسبة للأب هو متاح كمان للجواز، عشان لو في حد في عين شمس عنده انتهى عايز يجوزها. ده دكر جيرمان، تحسه مالينو في نفسه كده، وش مالينو. هو عامل 1500 سعر، عمره 2.5 شهر. في الغالب هيكون امه وابوه جيرمان عادي، بس ده طالع فلت، طالع اللون ده فلت في الغالب. هو ما قاليش الحوار ده، بس انا يعني تكهنا كده ممكن يكون هو كده. مركب له دعامه هو في ود، والودن التانية خلاص وقفت. مكانه المنوفية بركة السبع،
انصح بيه الناس اللي هو مش يعني في ناس غاوية الجيرمان ده اللي هي الشكل ده، وده بيبقى ليه مميزات ما يعرفهاش الا اللي بيربيه. دي بقى انت يا جيرمان منتجة، احنا لسه بنبيع جراوي بس النتاية دي بتتباع بعيالها يعني بتمن جراوي، تمن جراوي انتاج الام دي. تمام، هي الام بصراحة جميلة يعني، الام اصلا شعرتها حلوة، تقلبها حلو، الوانها طبعا التصوير ظالم الكلام ده كله، لكن روح شوف الام دي على الحقيقة ومخلفة 8 جراوي يعني، ام مقومة 8 جراوي، فدي حاجة كويسة جدا ما شاء الله. تقليب ماسك شعراية الوان كويسين جدا برضو، روح بص عليها وانت هتحكم بنفسك. المشكلة هو ما ادانيش تفاصيل، ما قاليش حتى مكانه فين. الجراوة هي زي ما انتوا شايفين خلاص على قرب الفطام يعني، العمر ده تقريبا حاجة 20 يوم، 23 25 في الحدود دي، لكن كويسين. معرفش الاب ايه ظروفه، وشوفوا بقى الاب لو في فيديو للجوازة او صور للاب، او ممكن كمان تروح تشوف الاب على الواقع، المكان، السعر، كل التفاصيل معاه من خلال الاتصال، لان هو فعلا والله ما ادانيش اي تفاصيل على الواتس، هو بس كتب لي وما قاليش بقية التفاصيل، والرسالة بقى اندثرت تحت، كله بيبعت الرسالة نزلت تحت خالص، معرفش ايه، يمكن يكون كتب وانا ما شفتهاش. دي جراوي جيرمان، سعر الجرو الواحد 800 جنيه، مكانهم كفر الزيات، كفر الزيات الغربية. هما كلهم جيرمان الا واحد احمر، الاحمر ده سعره 1000 جنيه. دي الام زي ما انتم شايفين مستوى اللي هو اللي احنا بنقول عليه بلاك كود شرابات، الام شرسة، ودي ميزة على فكرة. هو قال لي الاب نفس التقليب كده بالظبط يعني نفس الشكل، اللي عايز حاجة يتصل عليه. دي جراوي جيرمان، دكرين وانتاية، ده دكر منهم اللي حتى كفوفه سودا ده جميل، والتاني اللي هو كفوفه حمرة حلو برضو. ده الاب مستوى كويس يعني متوسط او فوق المتوسط كمان، عجبني اوي اللي هو الجرو اللي كفوفه سودا، حلو الوانه حلوة. سعر الدكر 1000 جنيه، سعر النتاية 800 جنيه. اللي هياخد طبعا دكرين، دكر ونتاية، هيختلف الكلام، السعر هيفرق طبعا. مكانه ده اهلية في الجمالية، انصحك تاخد الجرو اللي هو كفوفه سودا ده، تحفة شكله جميل جدا. الحتة اللي جاية دي مستواها عالي قوي، يلا بينا نشوفها عاملة ازاي. الجرو ده 2.5 شهر، زي ما انتوا شايفين مش محتاج اتكلم عن المستوى، يمكن الصور ظلمه، يمكن الفيديو ظلمه، لكن هو التقليب والمواصفات بتاعته واضحة جدا، اي حد يقدر يشوفها. 2.5 شهر طبعا سن مساخة، لكن الجرو برضو تقليبه واضح يعني، لفة الظهر، الديل، الكسحة، عرقيب، ماسك، شعراية، كل ده واضح جدا. سعره 7000 جنيه. يا قلبي سبعة، هما كتير سبعة، بس هو قابل النقاش، والكلب تقليبه كويس بصراحة يعني، هو يقول اللي هو عايزه لأن الكلب مستوى كويس. المكان المنصورة كامل التطعيمات، الكلب هتشوف الاب دلوقتي بقى، اول ما بعت لي الفيديو انا اتنحت، فضلت اتفرج عليه كذا مره بصراحه. بص الاب عامل ازاي، طبعا ده وارد الخارج مش محتاج اقول يعني. ف هو لو يطلع لابوه كده يعني ياخد 70% من ابوه حتى. قلت له طب والام ايه ظروفها، قال لي بص نفس التقليب كده، نفس الشكل ويمكن اعلى كمان. فبسم الله ما شاء الله بصراحة يعني، اللي عايز حاجة عالية، عايز يمسك كلب تقيل، اتصل مع على الراجل ده ويشتري الجرو ده. استنى يا عم ما تزعلش، هجيب لك جراوي تانية تقليب محترم برضو وبسعر اقل. طب تعال نشوف كده. دي جراوي جيرمان انتاج اخونا كريم الخماري،
زي ما انت شايفين، تقليب محترم، وش مفحم، شعراية كاسحة، لف الظهر، كله موجود، ألوان حمراء، سعر الواحد 3.5، 3.5 الجار، متاح إن أنت تشوف الأب والأم. هو ما شاء الله كريم، يعني شغله مستوى كويس. المكان المحلة زي ما انتوا شايفين الجراوة عاملة ازاي، مش محتاجة كلام. وعمر لسه يعني 40 يوم او 45 يوم، فبسم الله ما شاء الله كلب واقف شو لاين من غير ما حد يمسكه. الأسعار قبل الاتفاق حاجات بسيطة، يعني 3.5 هي أصلا سعر تصفية، هو بيبيع ويضيع، فاللي عايز حاجة يتصل عليه على طول. دي انت يا جيرمان 70 يوم، يعني سن مساخة، رغم ذلك جميلة ما شاء الله. ودانها واقفة 11، الماسك ممتاز، ألوان كويسة، شعراية برضو كويسة. على فكرة الجرو في السن ده بيبقى شكله خالص، لكن رغم كده ما شاء الله صحة كويسة. أنصحك بيها، خصوصا كمان ان سعرها 1500 وقابل النقاش. مكانها الشرقية، ابو كبير، فهي انتهى حلوة بصراحة، مستوى لذيذ ودمها خفيف. الشكل ده تحسه كده، هي النتاية اصلا دمها حلو وشكلها حلو. فاللي عايز حاجة، النتايات بتبقى اشقية وبتبقى انفة في الاكل، مش بتاكل اي حاجة، عشان بس ايه اللي بيشتري نتاية يبقى عارف الدنيا فيها ايه. والجيرمان بالذات انف في الاكل، خصوصا النتايات بتاعته. فانت لما هتجيب حاجة زي كده لازم تظبط معاها الاكل، تشوف تعرف من صاحبها هي بتاكل ايه بالظبط، وتضيف فيتامينات عشان ودانها تفضل واقفة معاك، وما تحطهاش على سطح علشان شعرتها ما تقلش، او مستوى الشعرية يبقى كويس. بس ارشحها بصراحة، جميلة ممتازة، ارشح انتها دي لأي حد عايز يشتري انتها جيرمان. دي جراوي جيرمان، دكر وانتها من خلفة، وانتايتين من خلفة تاني بس لنفس الاب. الواحد عامل 1500، سواء ذكر سواء نتاية، الواحد عامل 1500، الأربعة على بعض ب4000 جنيه عرض. يعني ده الأب متاح للجواز أو للبيع. المكان كوم حمادة في البحيرة. مستوى الأب كويس جدا، كألوانات، كشعراية اللي هي أقل من المتوسطة تعتبر، يعني ده يعتبر شورت هير، بس من الشورتات اللي هي كويسة، يعني الشورت هير اللي هو مستوى محترم. الجراوي زي ما احنا شايفين صحتها كويسة، اللي عايز يشتري حاجة اتصل عليه شوف الدنيا فيها ايه بالنسبة للأسعار. دول بقى بنتين جيرمان، جروتين 45 يوم، تقلبهم كويس على انتيات، خصوصا الماسك بتاعهم حلو. سعر الواحدة 1000 جنيه، مكانهم كفر الشيخ، السعر قابل للتفاوض. للعلم الجراوي دي هتطلع ميديم هير، اللي هي الشعرية المتوسطة، تقليب متوسط. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة عن الجراوي الجيرمان. مسبقا نرد على موضوع الناس اللي هتسأل على الحلاقة وكده، انا كنت هحلق عادي عادي زي كل مرة، وشعري يبقى ميديم هير عادي مفيش مشكلة، لكن موضوع الكورونا وكده فمش عارف انزل للحلاق، او بمعنى صح الان انزل للحلاق. رحت ماسك مكانتي، مشتي مقصي داخل الحمام زي اي مواطن شريف عشان احلق لنفسي. يعني في البداية يعني شلت الجناب وكان شكلي شبه مقبول، ففي هنا فوق كان في سجادة كده سبتها لاني خايف اخش عليها بوظها. فنزلت يوم كده وانا مش حاسس نفسي، يعني هنا طويل وهنا قصير خالص، فشكلي كان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده يعني كويس الى حد ما، لكن انا مش بحب كده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، القزع ان انت تحلق حتة وتسيب حتة، فانا دايما بحلق حلقة الرجالة، مع احترامي طبعا لاي حد بيحلق اي حلقة تانية، لكن انا ليه بقول عليها حلقة الرجالة، لان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا بيحلقوا اللي هو الشعر متساوي. فانا لما نزلت
يوم حسيت ان انا بعمل جريمة، ان انا حلقت بالمنظر ده ومش عاجب، مش حاسسها خالص، وكل شوية ضميري يأنبني حرام، القزع حرام. في الاخر خالص رحت داخل بنفس المكنة زي اي مواطن شريف برضو. رحت سحبها بقى كلها، قلت ايه كلها تبقى سوا بعضها، زي حلقت الرجالة حلقت الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيساوي شعرهم ايا كان طوله بقى، طويل قوي قصير قوي، هو كله المفروض يبقى سوا واحد نفس الطول. فعشان كده رحت شايلها خالص بالمنظر ده. اتمنى يعني نتعود مع بعض على نفس الشكل كده شوية لحد بس ما الشعرية تطلع تاني. مصطلحات كلاب كلها. تمام. صباحكم فل، والسلام عليكم.